موائد الإفطار المجانية في شهر رمضان والتي تسمى موائد الرحمن في الدول الإسلامية والعربية تنشر كوسيلة لمساعدة الفقراء في شهر رمضان وفي النجف المدينة العراقية المقدسة لدى الشيعة لاحتوائها ضريح الإمام علي. يلتقي مئات العراقيين من رجال ونساء وأطفال يومياً على مأدبة الإفطار عند عتبة ضريح الإمام علي للاستمتاع ببركات صيام شهر رمضان، كما ويقوم شباب متطوعون بتحضير مأدبة الإفطار وخدمة الضيوف، ويقومون على خدمة نحو 1000 زائر يومياً خلال شهر رمضان وخدمة ما يقرب من 10,000 شخص عشية 19 من رمضان عندما يتوافد الزوار بكثرة على المدينة لإحياء ذكرى وفاة الإمام علي. مدة أيام شهر رمضان عندنا أفطار كامل للزوار الوافدين وللفقراء وللمساكين، وهذه باسم أميرة المؤمنين سلام الله عليها. ويوضح المنظمون أن هذا التقليد بدأ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، ويقدم لكل ضيف طبق صغير من الأرز وحساء الخضروات. ومع زيادة تبرعات الأثرياء وكبار رجال الدين الشيعة بزعامة آية الله العظمى علي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق، يتوسع المشروع ويقدم مزيدا من الطعام للزوار.